النهارده رئيس الوزراء كان عامل اجتماع دكتور مصطفى مدبولي، طبعا بيطمن قدامنا خلاص يعني 3 ايام نستقبل يومين بكره وبعد ان شاء الله، بكره الرؤيه باذن الله تعالى. كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله يكون يوم الخميس باذن الله تعالى اول ايام شهر رمضان الفضيل. فرئيس الوزراء النهارده عامل اجتماع مع وزراء ومع اتحاد الغرف التجاريه عشان يطمئن كمان على مدى توافر السلع وعلى التاكيد على توافر السلع وفي معرض اهل رمضان وفي الاسواق المختلفه. نروح للاستاذ عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه، مساء الخير على حضرتك. اهلا بسهر النور يا احمد بيه. ممكن رئيس الوزراء النهارده بيطمئن على تحديدا المعارض اهل رمضان ولا بشكل عام الاسواق وتوافر السلع؟ هو حضرتك كان الاساس معرفه الموقف العام للسلع ومدى توافرها في السوق، وفي الحقيقه فعلا احنا قعدنا اكثر من 3 شهور في اجتماعات مستمره، وبالفعل تم تنفيذ المعارض المطلوبه على مستوى يعني 3 شهور الماضيين، على اساس ان احنا نوفر السلع والخدمات للمواطن. وانا بقول للمواطنين اللي بيشتكوا من عدم وجود سلع وارتفاع اسعار، السلع موجوده ومتوفره، وما فيش سلع حصل فيها عجز في خلال ال3 شهور اللي فاتوا، وبنقول الاسعار ما اتغيرتش بالفعل، لان في نغمه موجوده يا احمد بيه ان الاسعار اغلى من بره والدنيا راحت في داهيه، واحنا دي نغمه بقى احنا بنسمعها من ناس كتير، والواقع ما هوش موجود غير كده. واحنا اتكلمنا بوضوح وبصراحه وقلنا ايه اللي مطلوب في المرحله القادمه حتى يستمر توافر السلع في السوق، وقلنا ان احنا عايزين فعلا نخرج بعض السلع اللي موجوده في المواني اللي هي عامله ضغط شويه على السلع، وفي بعض استغلال. ايه اللي طلبتوه يا استاذ عادل النهارده يتم الافراج عن المواني؟ ايه اللي طلبتوه؟ حضرتك يعني وزير الزراعه مشكور اتكلم على جزئيه انه نطلع في خلال 15 يوم ب 63 مليون دولار سلع كانت موجوده خاصه بالاعلاف وقال في خلال الاسبوع الحالي ده كل منتجات الشاي وخلافه الموجوده في السوق هيتم توفيرها على وجه السرعه. ايه الشاي وايه تاني؟ واحنا طلبنا الشاي وايه يعني تاني؟ معلش الشاي وايه تاني؟ كل المواد اللي هي فيها مشاكل احمد بيه، احنا بنتكلم بصفه عامه على كل السلع الغذائيه. الرز متوفر، واذا كان سعره النهارده 22 و22 و25 لكن متوفر. وعايز اقول لحضرتك شوف اي معرض من المعارض اللي احنا فاتحينها في محافظه الجيزه 11 معرض، كل يوم اكتر من مبيعات ما تقلش عن 5 مليون جنيه في المعارض، والناس بتاخد السلع اللي عايزاها وبتحمل في عروياتها ومحدش بيقول لهم. 5 مليون جنيه للمعارض كلها في الجيزه ولا معرض واحد؟ اللي احنا عاملين 11، عاملين في 6 اكتوبر 3 والصف واطفيح والعياط والبدرشين والمنيب والوراق واوستين، دول مبيعاتهم كلهم 5 مليون في اليوم؟ وبنعدي ال 5 مليون. انا عندي معرض واحد بيبيع ب 2 مليون 2 مليون ملك فيصل.